سلسله لمدينه الناظور باش نساهم في التوعيه ديال الناس ديال الناظور ان شاء الله. غادي نطرقوا للتعريف ديال التوحد والاعراض ديالو والاطراف المتداخله ان شاء الله في التشخيص، وغادي نهضروا على جينا عند جمعية تورير تبوسطة الأعمال الاجتماعية والرياضية والثقافية، وغادي نطرقوا لبرنامج تحليل سلوك تطبيقي لتأهيل الأطفال ذوي التوحد إن شاء الله، ونتمنى ننفعوا الساكنة ديال الناظور. اليوم عندنا واحد التظاهرة في إطار اضطراب طيف التوحد إن شاء الله، اللي جمعنا فيه جميع الجمعيات اللي جايين عندنا من بركان، أكليم، ناظور، سلوان، زغنغان، بنينصار، فرخانة، اللي حضروا معنا الجمعيات اللي حضروا معنا بالاخر سميتو ديالهم باش المربيات ديالهم باش يحضروا هذه التظاهرة هذه باش يستافدوا من هذه الدورة التكوينية إن شاء الله اللي دارتها الجمعية ديالنا ديال تورية بوستة للأعمال الاجتماعية والرياضية والثقافية، وفي إطار اللي غادي تدير هاد التظاهرة الأستاذة أسماء مزياتي تربية خاصة، والسيد مصطفى زندور النفسي الحركي، باش يعرفونا أولا الناس اللي ما كيعرفوش في هاد المرض هذا ديال التوحد، وثانيا الناس اللي خدامين في هذا المجال كجمعيات كمربيات الأمهات والآباء ديال هاد الأطفال هادو، اللي نتمنى لهم إن شاء الله الشفاء باش يستافدوا ويعرفوا أكثر فين غاديين وفين غيزيدوا بولادهم باش يكونوا في التحسن إن شاء الله. هاد اللقاء هذا لأن عندنا احنا في الحي تورية بوستة بزاف الناس اللي عندهم هاد الدراري هادو، ولكن ما عارفينش فين يمشيوا، واش يمشيوا للطب الأطفال، واش يمشيو يعني ما عارفينش اي اتجاه. وفكرنا في هذه التظاهره هذه باش نديروا واحد التظاهره باش يستافدوا من هاد الناس هادو، غادي يتعرفوا على المرض وفين يقدروا يمشيو يتعالجوا وفين يقدروا يرافقوا ولادهم، لان هاد اضطراب التوحد اضطراب التوحد هو الى جيتي تشوف هو ماشي مرض، إلى لقى يعني كيفاش العناية وتعرف يعني الإنسان كيفاش غادي يمشي مع ولده ولا مع بنته غادي يقدر يخرج من هذا الاضطراب هذا، لأن كيكون أول اضطراب نفسي فهمتي، كيكون الدري كيغوت كيزقي، ولكن الآباء والأمهات اللي ما عارفينش هذا الاضطراب هذا اللي كيوقع للطفل كيصحاب ليه انه مريض بشي حاجه اخرى، انه كيعاني، كاين اللي كيمشي بعيد كيقول لك انه داكشي ديال الخرافه الشعر هذه يعني فيه الارياح ولا فيه السعار ولا فيه كذا، هو ما كيكونش داك النوع ديال المرض، انما كيكون المرض اخر ولكن ما كيعرفش شنو هو. ولكن حنا حاولنا ما امكن باش اولا غادي تكون الافاده يستافدوا المربيات اللي خدامين في هذا المجال هذا والجمعيات اللي خدامين في هذا المجال هذا. فعلا كاين مبادرات بزاف من الجمعيات، ولكن لاول مره يعني جمعيه اجتماعيه غادي تجمع هاد الجمعيات كاملين وتجمع هاد المربيات والامهات والاباء باش تعم الافاده على جميع المربيات والامهات والاباء، ونتمنوا التوفيق من عند الله. السلام عليكم ورحمه الله. المكونه كريمه الشو من الساكنه دواري حزوين. مبادرة طيبة وكريمة جدا، أول مرة نشوفوا بحال هاد اللقاءات اللي حقيقة شرفنا. نشكر الجمعية ونشكروا الحضور الكريم اللي جانا من مدينة بركان وجدة، وكان لقاء كبير جدا وكبير، وكما تلاحظون الحضور الجيد والحضور يعني الحمد لله كاين حضور بالنسبة للناس، وهذه نتمنى أنها تكون بحال هاد اللقاءات توعية خصوصا وأن هاد الساكنة ديالنا في هاد المنطقة اللي هنايا وهاد الدواوير
انها عدد كبير من الاسر انه يعاني من هذا المشكل ديال التوحد، ونتمنى ان شاء الله باش تكون لقاءات ولقاءات من هذه الجمعيه ديالنا اللي رحنا نشدوا بالايدي ديالها المسؤولين ديالها كاملين بما فيهم السيد الرئيس والاعضاء. نتمنى انها زيد الامام ان شاء الله تطور، ونشكركم انتم حتى مواقع التواصل الاجتماعي انكم تنتوما المجهودات ديالكم انكم تبينونا وتزيدوا القدام. الحمد لله درنا هذا التظاهر ديال التوحد اللي احنا بصدد درنا الاول بعد ذاك التبرع بالدم، وجات الفكره بلا ان نديروا هذا التظاهره هذه ديال التوحد. وجات الفكره من الرئيس ديالنا السيد نور الدين العموري، ومعه هو عنده اتصالات مع هاد الاستاذه اللي جات باش دير لنا هذا التوحد، ومع عندنا في هاد الدوار ديالنا اللي هنايا الحي ديال توريت بوستا عندنا الناس مرادين في هاد الشيء هذا، وجات الفكره بعدا نديروا لهم شي تكوين باش يستافدوا من هاد الشيء هذا. والحمد لله استجبنا الدعاء ديال الله سبحانه وتعالى وباذن الله ديال الجمعيه ديالنا، واش غنقول لك مع درناها واستجبنا الدعاء ومع الناس ديال الدوار عجبهم الحال بغاو يستافدوا وجاو لنا الجمعيات، درنا طلب وجاو الجمعيات من بركان موجوده من ناظور من زغنغان بلينصار بني شيكار. ايوا الحمد لله وهذا الشيء اللي كاين. في البدايه كنشكر جمعيه توريت بوستا على الدعوه ديالتها لهذا اللقاء هذا المبارك، ونشكر الحقيقه حنا جينا من بركان كانت جمعيه الامل للتوحد، انا مربيه خاصه. الحقيقه اللقاء كان واحد الفائده كبيره لينا اللي زاد وضح لنا هذا التدخل، طريقه التدخل السلوكي مع اطفال التوحد، اللي طريقه تعديل السلوك التحليلي. وكنشكرهم بزاف على هذا اللقاء هذا اللي في الحقيقه كان واحد الاضافه نوعيه اللي استفدناه، وكنزيدوا نطمحوا في لقاءات اخرى توعويه اللي كتوجه بالخصوص للاباء والامهات ديال هاد الاطفال هادو، لانهم هما اللي كيعانيوا اكثر معاناه، بالاضافه الى المربيات اللي خصهم حتى هما واحد التكوين خاص لهم كيتعاملوا واحد النوعيه مميزه من الاطفال. وكنشكركم بزاف. الله في واقع الامر هي عباره عن ندوه كتحيط موضوع ديال الطفل، سواء كان الطفل السليم ولا كان الطفل اللي كيعاني من التوحد. والمدرسة أو المتدخلة تناولت مجموعة من الجوانب اللي كتعلق بالطفل وكيفية عمل المربيات أو الأمهات على تقويم إعوجاج في سلوك الطفل أو في نطقه أو في ممارسته. في نهاية المطاف كانت الندوة أو المداخلة ديالها مشات بشكل متدرج من البسيط إلى المركب، وكانت بالفعل أخصائية في المستوى. أتمنى أن تتكرر مثل هذه الندوات، وأشكر الجمعية التي قامت بدعوة مثل هؤلاء الأخصائيين في سبيل تربية الناشئة. وشكراً.